البرتغالي فيريرا اكد انه هيخوض مواجهه ساجرادا بهدف الفوز، رغم طبعا ضياع فرصه التاهل لدور الثمانيه، وقال ان فريقه فقد فرصه المنافسه من اجل التاهل للدور الثاني، وان الامور ما كانتش جيده لان الفريق لم يستعد للمباراه بكامل قواه بسبب طبعا غياب الدوليين اللي ما تمرنوش مع الفريق لمده اسبوعين، وقال ان هو مش هيقدر طبعا يمحو اثر اخفاق المنتخب المصري في التاهل لكاس العالم اللي مسيطر طبعا على اللعيبه الدوليين، ولكن اكيد المرحله دي والحاله النفسيه دي هتذهب بمرور الوقت. كمان قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه ان مباراه النهارده مهمه جدا للزمالك، وبتعتبر كده فرصه للعيبه اللي خاضوا مباريات قليله جدا في الفتره اللي فاتت للمشاركه امام ساجرادا، وان اللعيبه اللي تواجدوا مع الفريق اشتغلوا بصوره كويسه جدا علشان خاطر يحصلوا على فرصه اللعب اللي هيحصلوا عليها بصوره اساسيه في لقاء اليوم. وكمان هناك لعيبه عندهم كده شويه فرص ان هم يلعبوا في مستوى البطوله الافريقيه امام ساجرادا. كمان هو قال ان الزمالك لا يزال ينافس على الدوري وبيسعى لحجز مكان للمشاركه في دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل، بخلاف طبعا المنافسه على بطولتي كاس مصر النسخه الحاليه والنسخه السابقه اللي ما انتهتش لحد دلوقتي. المدير الفني البرتغالي فيريرا عقد جلسه كده مع احمد سيد زيزو لاعب بوسط الفريق في الساعات كده الاخيره بعد انضمامه لمعسكر الزمالك، اتكلم معاه واكد له ان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اكد على مستواه خلال كلامه معاه، يعني حصل كده كلام بين فيريرا وبين كارلوس كيروش اتكلموا مع بعض على احمد سيد زيزو، وكلم هو فيريرا مع احمد سيد زيزو قد ايه ان كارلوس كيروش بيعتبره من اهم عناصر في تفكيره للجيل الجديد لمنتخب مصر خلال المرحله المقبله. فيريرا كمان طلب من زيزو بنسيان امر ركله الجزاء اللي ضيعها في مباراه السنغال نهائيا علشان ما تأثرش عليه بشكل سلبي، ووضح له كمان ان اول ضربه جزاء هيحصل عليها فريق الزمالك زيزو هو اللي هيقوم بتسديدها طبعا علشان يرجع ثقته بنفسه. بتبقى حاجه جميله جدا لما مدير فني بحجم فيريرا يقعد مع اللاعب بتاعه ويتكلم معاه وبيبقى حريص جدا ان هو يرجع له ثقته بنفسه، وان اتفق معاه ان اول ضربه جزاء هتيجي لفريق الزمالك هو اللي هيشوطها علشان يعني يرجعها، خاصه ان زيزو يعني متفوق في ضربات جزاء، ما ضيعش عمره ضربه جزاء مع الزمالك، فحاجه طبيعيه ان هي تحصل، فاكيد ان هو كان لازم يشتغل معاه نفسيا في الموضوع ده، والجلسات دي حاجه طبيعيه جدا جدا بين اي مدرب واي لاعب.